هلا يا جماعة، اليوم راح نعمل ماسكة صفحات مثل هاي يونيكورن في أشكال تانية. يلا بينا نصنع أشكال تانية. أول حاجة هنجيب ورق رسم وهنرسم هرة بس تبقى على نفس الشكل ده. أوكي يلا 1 2 3. واو، دلوقتي لازم نوسخ بالمقص. 1 2 1 2 3. قطع ميميو. هلا احنا نقص ده هيك هيك عشان تبقى عاملة مثل هاي يونيكورن. اوكي يلا 1 2 3. دلوقتي راح نجربها على شي كتاب. لحظة، واو يلا. الواجب هون 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 عند ايد القطة. ميو ميو، هذا الواجب. وشو هاي اليونيكورن تاني؟ شوف هاد ايد اليونيكورن، تيجي نلونها برضو مثل اختار. يونيكورن نايس، بيوتيفول يونيكورن. هيك راح يطلع الشكل النهائي. اتا ويونيكورن. ممكن كمان تصنع حاجات اكتر، مثلا دب، مثلا اشياء اخرى. انا راح اصنع حاجات اخرى بس في هذا الفيديو. انا هذا الفيديو رسمته لكم، بس الفيديو اللي قبليه، الفيديو اللي انا هعمله بعديه، اللي انا هبعته بعد شويه، هبدل ما انا هعملها صوره وحركه هكتبها لكم كلام، عشان لو ما عجبتكش او هيك صوره وحركه لو تقراوا الكلام عشان تفهموا. اوكي ما تنسوا يونيكورن ولا هرة. باي باي.